تم توجيه ضربة ل 13 هدف، دي أهداف تم دراستها بدقة واستطلاعها بدقة وجمع البيانات والمعلومات عنها وعن اللي جواها بدقة وأماكنها بدقة. بقول كده ليه؟ عشان محدش يفتكر إن إحنا بنقوم نوجه ونعمل أعمال عدائية ضد مدنيين. هقولكم أمر أول مرة أتكلم فيه في العلن، يعني في رمضان كانت عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم، لكن تم إيقاف الضربة عشان كان في أطفال ونساء موجودين ضمنهم. أنا بقول الكلام دوت عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع الأمور دي إزاي، وصبرنا وحلمنا والقيم اللي إحنا بنعتنقها وبننفذها إزاي.